تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة، وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر. كتاب العلوم، الصف الرابع، الجزء الثاني. كتاب الطالب، الوحدة التاسعة، الدرس الثالث، النفط. المصطلحات الرئيسة: استهلاك الطاقة، النفط، مشتقات النفط، طبقات رسوبية. النفط: تعتمد الحياة الحديثة على استهلاك الطاقة في كل شيء، ويعد النفط من المصادر المهمة للطاقة. نستفيد منه في تشغيل المصانع وتحريك وسائل النقل والتدفئة، وفي إنتاج كثير من المواد التي نستخدمها في حياتنا اليومية. فما أصل النفط؟ وكيف تكون؟ أتأمل الشكل المجاور الذي يمثل مراحل تكون النفط، ثم أجيب على الأسئلة الآتية. الصورة الأولى: يوجد صورة مقطع للبحر، يوجد على سطحه نباتات مائية وأسماك ونجمة البحر، ويوجد لدينا قاع المحيط. في الصورة الثانية: ماتت النباتات على سطح البحر وترسبت إلى الأسفل إلى القاع، ثم تكونت طبقة من الرمل، ثم مع الضغط والطبقات المتراكمة تكون النفط. أولا، ما نوع البيئة التي كانت تعيش فيها الكائنات الحية الدقيقة؟ ثانيا، ماذا حدث لبقايا الكائنات الحية بعد موتها؟ ثالثا، أصف سمك الطبقات الرسوبية مع مرور ملايين السنين. قبل ملايين السنين دفنت بقايا كائنات بحرية دقيقة، وتراكمت فوقها طبقات رسوبية، فازدادت سماكة هذه الطبقات، وهذا ولد ضغطا وحرارة، ومع مرور الوقت تحولت بقايا تلك الكائنات البحرية الدقيقة إلى نفط. لكن ما استخدامات النفط بعد استخراجه من الأرض؟ أدرس الشكل المجاور مع زميلي ثم أجيب عما يأتي. يوجد شكل بالنصف نقطة نفط واستخدامات النفط: بنزين، كاز، منظفات، ملابس، سطل أو وعاء بلاستيك، عجل من الكاوتشوك، برميل، غسالة، كهرباء. رابعاً، للنفط استخدامات كثيرة، أسمي ما أراه منها في الشكل. خامساً، أذكر استخدامات أخرى للنفط. يدخل النفط ومشتقاته في كثير من الصناعات الحديثة، فهو أساس في توليد الكهرباء وتحريك وسائل النقل من سيارات وحافلات وغيرها، ويدخل في الصناعات البلاستيكية والزراعة وحتى صناعة الأدوية. التمارين: التمرين الأول، أشارك زملائي في البحث عن مواد مصنوعة من النفط وأسجلها في كتاب التمارين في الصفحة 51. ثانياً، أبحث في إسهامات العالم القزويني في مجال البيئة، ثم أقدم مشهداً تمثيلياً أتحدث فيه عن هذه الإسهامات. ثالثاً، هل أعتقد أنه من الجيد الاعتماد بشكل كبير على النفط؟ ألخص أفكاري في فقرة وأقرأها على زملائي. ماذا تعلمت؟ أصل النفط كائنات حية بحرية دقيقة، دفنت بقاياها قبل ملايين السنين في الطبقات الرسوبية، وبسبب الضغط والحرارة تحولت إلى نفط.
يستخدم النفط في النقل والصناعة والزراعة والأدوية وغيرها. الوحدة التاسعة، الدرس الرابع، أثر احتراق النفط في البيئة. المصطلحات الرئيسة: تلوث البيئة، احتراق النفط، تغير المناخ، حماية البيئة، الانقراض، الموطن. أنواع: يؤدي استخدام النفط وحرقه إلى تلويث البيئة. يوجد لدينا صورة باللون الأبيض والأسود والعديد من المصانع ولها مداخن كثيرة ويخرج منها دخان يلوث السماء. يتسبب حرق النفط في زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي. هذه الزيادة تمنع الأرض من فقدان الحرارة في الليل، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض وإلحاق الأذى بالبيئة ومكوناتها. أولاً، أفكر مع زملائي في الطريقة التي يمكن بها مواجهة ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض. تغير المناخ: حين نتحدث عن المناخ فإننا نعني حالة الجو السائدة في منطقة ما لمدة زمنية طويلة تمتد إلى عدد من السنوات. وقد تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض في تغيير طبيعة المناخ في كثير من المناطق في هذا العالم. وقد يؤدي تغير المناخ إلى تدمير مواطن بعض أنواع الكائنات الحية ثم انقراض بعضها. ثانياً، أتأمل الصورتين الآتيتين ثم أصف نتائج تغير المناخ في البيئات المختلفة. يوجد لدينا أرض كبيرة ويظهر عليها الجفاف الشديد، تربة جافة جداً جداً، ومكتوب تحتها: أدى تغير المناخ إلى حدوث جفاف في مناطق معينة بسبب قلة الأمطار. الصورة الثانية، القطب الشمالي أو الجنوبي، يوجد جبال الجليد والجليد ومياه ودب قطبي واقف على الجليد، ومكتوب تحت الصورة: أدى الارتفاع في درجات الحرارة إلى انصهار الجليد في المناطق القطبية المتجمدة. ثالثاً، أشرح كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على النباتات والحيوانات في بيئاتها المختلفة. التمارين: أولاً، أقدم مقترحاتي حول حماية البيئة والتقليل من آثار حرق النفط. أدون أفكاري في كتاب التمارين في الصفحة 52 وأتبادلها مع زملائي. ثانياً، بالاستعانة بمصادر المعلومات المتوافرة أبحث في آثار حرق النفط في البيئة والهواء. ثالثاً، هل توجد بدائل لحرق النفط؟ كيف يمكننا الحصول على طاقة نظيفة لا تلوث البيئة؟ أصمم رسماً يحوي أفكاري في كتاب التمارين في الصفحة 53 وأقدمه لمعلمي. ماذا تعلمت؟ يتسبب حرق النفط بتلوث البيئة والهواء الجوي نتيجة زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو. تتسبب زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في تغيير المناخ العالمي وارتفاع درجة حرارة سطح الأرض. يؤثر الاعتماد على النفط سلباً بشكل كبير في البيئة والجو.